ايوب على مروان يسير. تبارك الله على المقدم المهدي يسير وعرفت الزهيره ونطق الدور. تبارك الله على المقدم مصطفى الصالحي وعلفت العاير انجا دور علفت شبر مزامزة مقدم شعيب مرشيد الكينوب على المقدم رشيد خليل. فرص افتتاح على بركة الله. ارقد اخويا ارقد. هكاك وليدي هي هذيك هي هذيك. تبارك الله على مقدم فتاح بن ساندي وعلفت السواندا. قرصات وقرصات الجمال. تبارك الله على المقدم العسلي جبالون اللي كاينو عليه عباد وعلفت العاير. ان جاء دور علفت ولا تقدر الزهيره. المقدم المهدي ياسر اللي كاينو على المقدم الزمرود عميمي. تبارك الله على المقدم الزماري ولد عميمي وعلفة ولد شعيب. هذه العلفة اللي ماشي علفة والدة اليوم هي علفة قديمة جدا علفة لعباء. المقدم طاهر جعري بالمناسبة كاين عليه في اليوم الاختتامي لموسم سيدي. تبارك الله على المقدم سعيد الجهوري اللي كينوب على المقدم طاهر الجهوري وعلفت المزامزة. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تبارك الله على المقدم الزلاتي بعزة وعلفت العراير. تبارك الله على العراير واحد واحد. وتبارك الله على الخيال ديال العراير والاخوان اللي سهروا على تنظيم هذا الموسم اللي وقفوا من نهار الاول. حاج عزيز الزايدي وكذلك السي محمد قربان الحلوي الرئيس وكذلك رشيد محسوك وكذلك محمد الزهري من الريميه وكذلك ولد كلثوم. اخوان قاموا وما زال مرابطين بالموسم من اجل انهائه في احسن الظروف. كنشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح فعاليات موسم سيد الراوي في نسخته الثانيه. تبارك الله على المقدم عبد القادر الوافي وعلفت ولد عزوز. الان جاء دور علفت ولد شعيب المقدم الزموري ولد عميمي اللي غايجي من بعد. حاضر قريب هاتوليا خويا جد جد. تبارك الله على المقدم علفت شعيب وعلفت شباب المزامزه. خليك راسك شعيب.
وتفضل السي حسين الحرشاوي وعلفت اهل الزاويه. تبارك الله عليكم اهل الزاويه، تبارك الله على علفتكم، تبارك الله على الخيانه ديال اهل الزاويه، وتبارك الله على السي الرضوان. الشرقاويه في الفن التوريده مع علفه فرسان سطات، جمعيه فرسان سطات. سلام يا الدم حافظ الله هدف الغد هني وخير شد على ولاد عمك هدف الغد هني وخير شد على ولاد عمك هيا اهو هدف الغد هني وخيط ما يرضى عليكم هدف الغد هني وخيط عمار عمار ها عمار وخيط يا وعي وخيط يا أحلى الغد خير إن شاء الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على قرصات والقرصات جميلة وممتازة ورائعة أمتعونا بها مجموعة من الفرسان ينتمون إلى قبيلة المزامزة قبيلة المزامزة أصبحت تتوفر على ترسانة قوية من الباردية الشباب طوروا الطوردة مما هو تقليدي لا هو عصري اليوم نلاحظ ونشاهد بموسم وسط دوار بقبيلة العرعار تتواجد به سربات جميلة وممتازة وكبيرة على بركة الياسمين مرحبا إذن نتابع جميعا علفة الزهيرة لتقدور المقدم مهدي ياسير كنوب على المقدم مروان ياسير بارك الله على المقدم المهدي ياسير علفة الزهيرة لتقدور الآن جاء دور علفة العرعار المقدم مصطفى الصالح إذن نتابع جميعا علفة العرعار المقدم مصطفى الصالح
تذهبيش بيا للعودة. تبارك الله المقدم مصطفى الصالحي وعلى فتح العاير. إذن نتابع جميعا يا سلام قرصات جميلة جميلة جدا. تبارك الله على السي فتاح بن صاندي كريم الأبدية البشير بن صاندي وعلفة سوانتا. تبارك الله عليكم تبارك الله على القرصة الجميلة والممتازة. الآن جاء دور علفة العاير المقدم سلاتي بعزة باش يجيب القرصة ديالو. يجي من بعده العسلوج المهلول كينو بني عباد من بعده المهدي ياسير مصطفى الصالحي باش عارف راس العسلوج كانوا بني عباد على بركة الله. يجي من بعد العسلوج المهدي ياسير مصطفى الصالحي بشعيب مرشيد حسن الحرشاوي مروان الصالح. تبارك الله على المقدم العسلوج بهلول كاين علي عباد وعلفة العراير. الان جاء دور علفة الزهير القدام قدام المهدي ياسين اللي كاين هو بعد صمتوا لي مزيان ولا بغيتوا الخير غدير الخير اليوم كل واحد يدير الخير. صمتوا لي مزيان وبغينا عندكم القرصة اختتامية في المستوى. اقسم لكم بالله انا دوكا رانا مرفوض هاد العام غتجي الصابة بزاف في هاد البلاد وعقلوا على كلامي وش شنوه غتجي الصابة. الموسم داز فرحان داز الناس ناشطة وتفاوضت ولعبت قدام مصطفى صمتوا لي مزيان خيالة واحد ما يفكر انه غيخسرها. ديروا مجهود كل اغلبكم الله ما عندنا ما نديرو كشر الله سبحانه وتعالى. انا مقدم مصطفى الصالحي توكل الله على بركه الله الله يوفقكم الخير.
تبارك الله عليك السي شعيب وكيلو بالمناسبة عم نقدم رشيد خالدي الآن جاء دور على الفتح الزاوية ونقدم حسن الحسن